نظم اليوم الاثنين بالرباط لقاء حول تدبير المالية المحلية بمدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الهدف من ذلك تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الأدوات المناسبة لزيادة فعالية تنفيذ التخطيط في المناطق الحضرية. المغرب تعلمون أن له تجربة يعني متفردة متقدمة، سواء تعلق الأمر بتدبير المدن أو تعلق الأمر بتهيئة هذه المدن وبالتدخلات المختلفة. بالطبع وزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة تهتم كثيرا بهذه المواضيع، سواء من خلال سياسة إعادة تأهيل عدد من هذه المدن أو إعادة هيكلة عدد من الأحياء العشوائية، أو تعلق الأمر بالبرامج السكنية، أو تعلق الأمر بسياسة المدينة. وارتكز هذا اللقاء على ثلاث أهداف: تقديم المبادرات والمنتوجات التي يقترحها البنك الدولي لتسهيل تبادل المعرفة حول التعمير، التعمق في موضوع المالية البلدية التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، إنشاء مجتمع الممارسات المهنية الذي يضم أصحاب القرار والخبراء من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط من بينها المغرب، تونس ومصر، الأردن، السلطة الفلسطينية واليمن. هذا اللقاء هو خاص بالبلدان ديال جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبطبيعة الحال بالأساس لإبراز ضرورة الاهتمام بالتنمية المحلية. التنمية المحلية لأنه إذا قارنا الوضع مع البلدان الأوروبية يظهر بأنه التنمية المحلية غير ما عندهاش واحد الموقع مهم في البلدان نتاعنا بصفة عامة. ويتوخى هذا اللقاء دعم الفاعلين الحضريين بالمنطقة المتوسطية لمواجهة التحديات المشتركة والفرص المتاحة لتعميق التعاون المشترك.